أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج بالعربي. لا مكان آمن للصحفيين، حيث لا يستهدف الصحفي في أماكن النزاعات وأثناء فترات عمله فقط. إحصائية مرعبة تضمنها تقرير منظمة صحفيين بلا حدود واليونسكو لحجم الجرائم التي تقع على الصحفيين، منها القتل، منها التهديد، منها انتهاك الحريات والاعتقال. الصادم في التقرير هو حجم الإفلات من جرائم الاعتداء على الصحفيين. في هذا الخصوص استضفنا من عمان الأستاذ نضال منصور، مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، ومن فلسطين استضفنا الأستاذ عمر نزال، نائب نقيب الصحفيين، ومن العراق الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي في جامعة العراق. أهلا وسهلا بكم. رصدت اليونسكو في الأعوام 2018 و2019 ما مجموعه 156 جريمة قتل استهدف فيها الصحفيين، لقي معظمهم حتفهم في البلدان التي لا تعاني من نزاعات مسلحة. وبين الأعوام 2006 إلى 2020 قتل أكثر من 120 صحفي، ما يعادل مقتل صحفي كل 4 أيام. لا زالت ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين متفشية، بحيث يفلت من العقاب 9 من أصل 10 جرائم ترتكب بحق الصحفيين. بهذا الخصوص استضفنا الأستاذ نضال منصور، وجهنا له السؤال التالي. إحصائية مرعبة تضمنها تقرير اليونسكو ومنظمة صحفيين بلا حدود في رصد الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين سواء على حياتهم أو حريتهم، وحجم الإفلات من العقاب بهذه الجرائم. ماذا رصد مركز حماية حرية الصحفيين محليا وعالميا؟ يعني الكارثة الأكبر ليس في سقوط الصحفيين ضحايا فقط، ولكن الكارثة الأكبر أن المجرمين والقتلة يفلتون من العقاب. التقارير الدولية تقول أنه من كل 10 حالات 9 يفلتوا من العقاب. هذا رقم بيعكس استخفاف المجتمع الدولي والحكومات بحرية الإعلام وبقيمة الحياة لهؤلاء الذين يدافعون عن الحقيقة. الحقيقة في العالم العربي يعتبر أكثر المناطق خطورة على حرية الصحافة، في ظل مناطق النزاع في الحروب الأهلية. نحن لدينا سوريا منطقة خطر، كانت العراق من أكثر المناطق خطرا، اليمن منطقة خطيرة، الصومال منطقة خطيرة. كل هذا العالم العربي أصبح أكثر البيئات خطورة. هذا في على سبيل المثال الأردن لا يعاني. مثلا السنة الماضية لم تكن هناك انتهاكات جسيمة بالمعنى اعتداءات على الصحفيين، وطبعا تاريخيا الأردن لا يعاني من مشكلة قتل الصحفيين أو إخفائهم قسريا. احنا لدينا الانتهاكات غير الجسيمة، مثل حجب المعلومات، مثل منع التغطية، مثل الرقابة المسبقة. هذه هي المظاهر التي تحدث في الأردن. من أبرز أسباب العنف الدائر على الصحفيين هو ضعف سيادة القانون والنظام القضائي، وأن القتل للصحفيين هو أكثر أشكال الرقابة على عملهم في وسائل الإعلام والأكثر تطرفاً. كذلك يتعرض الصحفيين للاعتقال والتهديد، لا حصر لها، تتراوح بين الاختطاف والتعذيب والاعتقال، ولا سيما في مجال الإعلام الرقمي. الدكتور طالب البدراني، شهدت العراق أخطر جرائم القتل بحق الصحفيين، ما هي قراءتك وتقديرك لظروف الصحفيين العاملين في العراق الآن؟ نعم، يعني أنت تعلم وتخبر الساحة العراقية تكاد أن تكون نموذج عالمي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الصحفيين والتعدي على مفهوم حرية التعبير عن الرأي في العراق. ويكفي أنه 500 صحفي استشهدوا وقتلوا منذ الاحتلال الأمريكي في مطلع 2003،
حتى 2022، وأكثر من هذا الرقم بأضعاف فيما يتعلق بالمصابين وما الذين تعرضوا لحالات عوق بعضهم وحالات إصابات، وأيضا رقم ليس هين فيما يتعلق بالذين هجروا البلاد بسبب التهديدات التي تعرضوا لها. الساحة العراقية أصبحت ملغومة بعد الغزو والاحتلال الأمريكي، وبالتالي دخلت أجندات دولية وأجندات محلية سياسية وميليشيات وجماعات العنف والإرهاب، وكلها لا تريد أن تقال كلمة الحق في العراق فيها المصداقية وفيها الوصف للحال العراقي. هذه الغابة الظلماء التي قتلت روح العمل الإعلامي وحاولت أن تقتل روح العمل الإعلامي وروح العمل الوطني وروح العمل الإنساني الذي يحمل الصحفي وتحمله الصحافة. لكن مع ذلك على مدى عقدين من الزمن، جهود الصحفيين العراقيين العاملين في العراق والصحفيين من الزملاء العرب ومن الزملاء في العالم الذين تواجدوا في شبكات ومؤسسات إعلامية في العراق، حقيقة جاهدوا وانتصروا من أجل كلمة الحق، وهذه الكلمة التي أرادت أن تنصف هذا البلد وهذا الشعب العراقي الذي عانى كثيراً. بالتالي أقول أن الرهان كان لصالح الصحفيين، لأنهم بالنتيجة فرضوا واقعاً إيجابياً، أوصلوا الكلمة العالم كله، يعني أصبح على يقين بمأساة العراقيين، واللي كانت هي جهود الصحفيين لإيصال هذه المعلومات عندما مشوا في أخطر الدروبات، عندما وصلوا إلى أخطر الأماكن وتحدوا الموت. شكرا دكتور طالب. تتسبب التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين بمناخ من الخوف لدى الإعلاميين، وهذا يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار. في فلسطين أشكال مختلفة من الاعتداء على الصحفيين. أستاذ عمر نزال، ماذا رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من جرائم للاحتلال وقعت على الصحفيين العاملين في فلسطين؟ نعم، نحن في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين اتخذنا منذ بضع سنوات قرارا بتدويل الانتهاكات بحق الصحفيين، وبالتالي لجأنا ومن خلال يعني الدعم الكامل من قبل الفيدرالية الدولية للصحفيين، لجأنا إلى تقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية. حتى الآن تم تقديم 3 شكاوى، الأولى تتعلق باستهداف الزميلين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى من قطاع غزة في عام 2018، حيث تم اغتيالهما أيضا بسبب عملهما الصحفي. ولاحقا في عام 2021 قدمت قضية جديدة بسبب قيام سلطات الاحتلال بقصف عمارة كاملة تضم العديد من مكاتب شركات التي تقدم خدمات إعلامية لوسائل الإعلام، وتضم أيضا مكاتب لوكالات إعلام أجنبية وعربية. والقضية الثالثة هي قضية الزميلة شيرين أبو عابدي. في العام الماضي، في شباط من العام الماضي، أي قبل حوالي عام بالضبط، أبلغنا بالقبول المبدئي للقضيتين الأوليتين، وأبلغنا بأن نعم من حق محكمة الجنايات الدولية أن تكون صاحبة ولاية على جرائم الاحتلال المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، وبالتالي هذا كان الخطوة الأولى والانتصار الأول لنا في هذا الملف. ولاحقا في قضية الزميلة شيرين أبو عاقلي التي قدم ملفها كاملا في أيلول من العام الماضي، أيضا أبلغنا لاحقا بأن الادعاء العام الدولي شرع بالتحقيق في هذه الجريمة. وبطبيعة الحال نحن عندما نتقدم بهذه القضايا من خلال مكتب محاماة دولي موجود في بريطانيا، نقدم كل الوثائق القانونية والفيديوهات والشهادات شهود العيان وكل ما يتعلق، بمعنى هناك ملف من حوالي 1000 صفحة قدم إلى محكمة الجناية الدولية. قبول هذا الملف والإعلان عن الشروع في عملية التحقيق في ملف استشهاد الزميلة شيرين
هو أيضا انتصار جديد بالنسبة لنا كصحفيين فلسطينيين، ونحن ندرك بطبيعة الحال بأن هذا المسار يحتاج إلى شهور عديدة وربما إلى سنوات، لذلك ندعو دائما إلى الإسراع في هذا المجرى وفي هذا التحقيق، لأننا نريد أن نصل إلى اليوم الذي نرى فيه قائدا صهيونيا ومسؤولا سياسيا صهيونيا يحاكم أمام محكمة الجنايات الدولية، لأن باعتقادنا هذا هو الانتصار الأساسي والصحيح والحقيقي للصحفيين الفلسطينيين، لأن ما نريد أن نصل إليه هو وقف هذه الانتهاكات والجرائم. شكرا أستاذ عمر. تشير التقارير أن نصف الصحفيين الذين تم استهدافهم في أماكن عامة وخارج أوقات عملهم وفي كراج السيارات وفي مواقف السيارات. كذلك هناك تقاعس لدى المؤسسات الإعلامية في توفير سبل الوقاية وعقد دورات السلامة العامة لدى الصحفيين. هل أوصى مركز حماية حرية الصحفيين في الأردن بسن تشريعات تفرض على المؤسسات الإعلامية توفير وسائل وقائية لسلامة الصحفيين أثناء عملهم؟ أعتقد المسألة ليست تشريعات، على كل مؤسسة إعلامية أن تهتم بالحماية، والحماية ليست فقط الحماية الجسدية في مناطق الحرب والنزاع، لأنك تعلم أن كثير من القتلى في الدول العالم أصبحوا نتيجة المافيا، نتيجة العصابات، الجريمة المنظمة، ليس فقط الحروب. وبالتالي موضوع التدريب على الحماية واجب، ولا يجوز من ضمن المعايير أن ترسل صحفيين وصحفيات للميدان هم غير مدربين. ولكن أيضا الآن هناك نوع جديد من التدريب اللي هو الحماية الرقمية. أنت المسألة ليست فقط حماية جسدية، هذا خطر، ولكن أيضا الحماية الرقمية، لأن هناك ابتزاز وحملات تشويه تشن على الصحفيين والصحفيات، نحن يجب أن نتنبه لها. ما هي أكثر الجرائم التي ترتكب عالميا بحق الصحفيين؟ هل هي جرائم المساس بحياتهم أم جرائم المساس بحريتهم؟ يعني أكثر القضايا هي القضايا التي تقام في العالم، قضايا القدح والذم التي تستخدم، التي بسبب الانتقادات وبسبب التقارير الرقابية التي تقوم بها وسائل الإعلام، الحكومات لا تقبل برقابة الإعلام، وبالتالي هناك شكاوى كثيرة ضد الإعلام، الرجال الأعمال لا يقبلون. هذه هي أكثر طبيعة وأيضا يستخدم طيف واسع من القوانين، تستخدم أحيانا القوانين الجنائية في الغالب، العقوبات تستخدم، قوانين منع الإرهاب. هذه القضايا طبعا، قضايا الاعتداء الجسدي، قضايا الاختطاف، قضايا القتل أقل طبعا من القضايا القانونية التي تقام. ولذلك حديثنا دائما على أهمية أن تكون التشريعات في البلدان متوائمة مع المعايير الدولية ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدعم حرية التعبير وحقوق الإنسان. دكتور بدراني، قتل صحفيين أثناء تغطيتهم لمواضيع حساسة، منها مواضيع بيئية، منها إساءة استخدام السلطة أثناء الاحتجاجات. نقابة الصحفيين العراقيين رصدت مقتل 495 صحفي منذ العام 2003، وأوصت بعدة توصيات بهدف تعزيز حماية الصحفيين، تشمل تعزيز تدريب الشرطة وقوات إنفاذ القانون على حرية التعبير، وتوخي السلوك المناسب في التعامل مع وسائل الإعلام، وتعيين أمناء للمظالم لمحاسبة الشرطة في تعاملهم واستخدام القوة ضد الصحفيين في المظاهرات والاحتجاجات. لكن هل تتضمن مناهج التعليم في كليات الإعلام في جامعة العراق والجامعات العربية مناهج تتضمن تدريبات للسلامة العامة للصحفيين أو لطلبتها؟ يعني ما يتعلق ببرامج السلامة العامة ضمن مناهج كليات الإعلام بالعراق والوطن العربي، وأنا كنت عميد كلية الإعلام بالجامعة العراقية،
ولدينا ورش عمل في بلدان وعواصم عربية اشتركنا بها. السلامة هذه المهنية والأمنية غير موجودة حقيقة في مناهج كليات الإعلام، ربما تكون ضمن درس ضمن مادة الأخلاقيات الصحفية والتشريعات القانونية اللي تعطى لدارس الإعلام، وتعطى أيضا للصحفيين الذين يدخلون في ورش عمل داخل كليات الإعلام. وهذه طبعا هي مهمة جدا، وحقيقة تحتاج إلى التركيز عليها. وأقول بصراحة ربما هذا الموضوع بالنسبة للسلامة يفتقر كثيرا إلى أهمية منح درس كبير جدا وإعطاء المعلومات الكافية، لأنه ليس كل أساتذة كليات الإعلام هم من الصحفيين الممارسين للمهنة الصحفية، القليل منهم مارس والكثير منهم لم يمارس العمل الصحفي، فقط هو يعرف الجانب الأكاديمي. لكن هذه المادة بالنسبة لنا كممارسين بالعمل ومحترفين بالعمل الصحفي، وشاركنا بتغطية حروب عديدة في العراق في دول أخرى، هذه من الدروس المهمة جدا، لأنه عليك أن تعطي لدارس الإعلام معلومات مهمة فيما يتعلق بالسلامة الأمنية، بما يتعلق متى تذهب إلى ساحة الحرب أو إلى المنطقة الساخنة عندما تعطي تغطية صحفية فيها. عليك أن تسابق المقاتل وتكون لديك مهارات وثقافة أكثر من المقاتل، لأنه المقاتل هو جندي فدائي قد يستشهد في ساحة المعركة، والرأي الذي يقول أعطي المقاتل كل شيء لأنه حتما سيموت إذا ما توجه لساحة الحرب. لكن في المفهوم الصحفي نحن نقول لدارس الإعلام للصحفي المستجد، عليك أن تذهب إلى ساحة الحرب، ولكن عليك أن تعود، وحتما لابد أن تعود من ساحة الحرب، وأولا تعود من أجل سلامتك. السلامة ثم السلامة ثم السلامة ثم المعلومات. إذن عندما تعود من ساحة الساحة الساخنة وأنت تحمل سلامتك ثم تحمل المعلومات، فهذا مكسب كبير للمؤسسة الإعلامية. ولذلك نعطي هذه المهارات في بعض الدروس وإن كانت على قلتها، متى تذهب إلى ساحة الحرب، متى أو إلى المنطقة الساخنة، متى تنسحب، عليك أن ترتدي خوذة الصحافة، عليك أن ترتدي السترة الباج الصحفي الذي يكشف هويتك بأنك صحفي وليس مقاتل. هذه من المهارات المهمة، لكن بصراحة هي محدودة وقليلة ولم تعطى الفرصة الكاملة لتدريسها ضمن مناهج كليات الإعلام. دكتور بدراني شكرا لك. أستاذ عمر، تقرير المرصد الأورومتوسطي رصد أشكالا جديدة من الاعتداء على الصحفيين، بحيث يمنع الصحفي من حرية التنقل بشكل غير مبرر، وأشكال جديدة من الاعتداء على الصحفيين يمارسها الاحتلال. كثيرا من الصحفيين تعرضوا لمضايقات ومنع حرية السفر، وتم مساومتهم على التعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية مقابل منحهم حرية التنقل. ماذا تقول في هذا الخصوص؟ نعم، هذه سياسة متبعة لدى سلطات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من الحق بالتنقل والسفر بحرية، ومن ضمن ذلك الصحفيين الفلسطينيين. هناك 3,000 صحفي يمنعون يوميا من حقهم في التنقل الحر داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك من الضفة الغربية إلى القدس أو إلى غزة، والعكس صحيح. ولكن أيضا هناك مجموعة من الصحفيين تمنع من السفر إلى خارج البلاد، وأنا أحد هؤلاء الصحفيين الممنوعين من السفر منذ حوالي 8 سنوات دون تقديم أي مبرر لمثل هذه الخطوات. وهذا جزء من العقاب الجماعي التي تفرضه سلطات الاحتلال
ولا تعلن عنه بالمناسبة. نحن لا نبلغ بأننا ممنوعين من السفر، فقط عندما نذهب إلى المعابر مع الأردن يتم إرجاعنا على المعبر ويتم إبلاغنا بأننا ممنوعين من السفر. في حالات عديدة نعم سلطات الاحتلال تساوم بعض الشبان ومنهم صحفيين على أنه إذا أردت أن تغادر البلاد فإن عليك أن تقدم تنازلات معينة لأجهزة الأمن الإسرائيلية في تقديم معلومات أو التعاون معها أو تقديم تنازلات أخرى أحيانا تتعلق بحق العمل وكيفية الكتابة وإلى آخره. بمعنى أن سلطات الاحتلال يعني تستخدم هذا الحق الأساسي لكل صحفي ولكل مواطن وتحاول ابتزازه مقابل السماح له بالسفر، وهذا مخالف لحقوق الصحفيين بشكل أساسي المكفولة دوليا ومخالف لكل القوانين الإنسانية. نعم مثل هذه الانتهاكات والجرائم ربما لا توثق بشكل جيد، ما يوثق هو أعداد الممنوعين والحالات الممنوعة، ولكن لا توثق ما يتم من ابتزازات على هؤلاء الصحفيين، لأنه ليس كل صحفي يعني يتحدث بمثل هذه الأمور عادة وخاصة بشكل علني. أستاذ عمر شكرا لك، وبهذا الخصوص أجابنا الأستاذ نضال منصور. ما هي توصياتكم في الحد من الجرائم التي تمس وترتكب بحق الصحفيين؟ يعني فلسطين حالة استثنائية واضحة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بشكل ممنهج وبشكل شبه يومي في البطش بحرية واستقلالية الصحفيين، يتم الاعتداء عليهم، هناك جرائم قتل موثقة وممنهجة ضد الصحفيين لمنعهم من إيصال الحقيقة عن الانتهاكات الإسرائيلية، هناك تضييق على حياتهم وتنقلهم، كل هذا يعرف العالم، ولكنه إسرائيل دولة مارقة تتحدى القانون الدولي وتتحدى المجتمع الدولي ولا تلتفت، ودليل على ذلك ما حدث في قصة الشهيدة شيرين أبو عاقلة. الآن هذا الموضوع، المشكلة الأساسية الآن أن الانتهاكات لم تعد محصورة في الدول التي تسمى دول غير ديمقراطية، حتى الدول الديمقراطية بدأت تضيق ذرعا بحرية الإعلام، ولذلك تجد كثير من الدول التي تسمى ديمقراطية يحدث فيها تضييق في الفضاء العام وتضييق على حرية الإعلام، ولذلك اقرأ التقارير الدولية كلها الآن تتحدث بأنه هناك سحق للفضاء البدني، هناك انتقاص وتغول على حرية الإعلام، هناك رقابة لصيقة، هناك قرصنة، وتستخدم يعني أهم التقنيات التي تكلف الملايين لتعقب الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية. توصياتكم في الحد من الحرية؟ توصياتنا، أول توصية يجب أن تكون هناك تشريعات متفقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. نعتقد أن المعاهدات الدولية قد تقادمت ولا بد من تطويرها بحيث توفر حماية، ولا يكفي أن نقول بأن الحماية المخصصة للصحفيين هي الحماية للمدنيين، لأن الصحفيين يخرجون إلى المناطق الخطر، وبالتالي يجب أن تكون لديهم حصانات أخرى مثل أصحاب الشارع. قضية ثالثة، يجب أن تكون هناك سياسات معلنة من الحكومات بدعم حرية التعبير وحرية الصحافة، مثل الحق في الوصول للمعلومات بشكل واضح. يجب أن تتوفر هناك أدوات لحماية رقمية للصحفيين والصحفيات، الآن بعد ثورة التكنولوجيا وبعد سيطرة منصات التواصل الاجتماعي على هذا الفضاء. نحن نريد أن نؤكد بأنه لا يجوز في عام 2023 أن يستمر مبدأ الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين وضد كل من يمارس أي جريمة بأي حق بحق أي صحفي أو صحفية. في ختام حلقتنا لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا في البرنامج الأستاذ نضال منصور مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين، والدكتور طالب البدراني أستاذ الإعلام في جامعة العراق، والأستاذ عمر نزال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
يبقى ملف استهداف الصحفيين لأسباب متعددة مفتوحا، وما زالت دوامة العنف دائرة تنتظر وضع تشريعات لحماية الصحفي الذي يتوجه إلى أماكن الخطر لينقل لكم المعلومة الحقيقية. شكرا لكم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقة قادمة بمواضيع جديدة وشيقة.